بقطاع الفلاحة، حيث انطلقت بولاية غالما حملة الحصاد والدرس لهذه السنة، والتي أشرف عليها المدير الولائي للمصالح الفلاحية، الذي كشف أن مصالحه تتوقع انخفاض في إنتاج الحبوب بمليون وسبعمائة ألف قنطار، وذلك راجع لظروف المناخية التي شهدتها الولاية في الأشهر الماضية. المزيد مع فاطمة سرشباخ. اليوم في صدد انطلاق حملة الحصاد والدرس على مستوى ولاية قالما، الأهداف المسطرة هي 83 ألف هكتار اللي باش تحصد، ونتوقع إنتاج تاع 1,700,000 قنطار. في البداية كنا متوقعين 2,400,000 قنطار، لكن الحظ ما كانش معنا، لأن وقعت فيها الجفاف في شهر أبريل كامل. مجدين رواحنا فيما يخص نقطة الجمع، كاين على مستوى 14 نقطة، وكذلك كان في المخصص كان 400 حصادة تاع الولاية اللي تابعة الولاية اللي راهي موجودة، زادتنا الحصادات اللي راهم جاو من الولايات المجاورة.